مدينة الرباط، أبواب وأسوار وحصون وقلاع، ما تزال واقفة شامخة تحدث بعضها البعض عن حكايات الآباء والأجداد، وأخرى هادئة وديعة وجميلة تحكي بين أزقتها المحدودة جمال وعبقرية العلماء والشعراء والأدباء والمفكرين. هذه هي مدينة الرباط كما عهدناها دائما، تذهب بك لتسبح في نهر الوجدان المتدفق. عفوا أيها التاريخ، عفوا أيها السيد المنصف العادل، توقف قليلا وحدثنا عن حكايات الزمن الجميل، وطر بنا عبر مسافات الحقب والأزمان، وحدثنا عن البناة والسياسيين والأدباء والشعراء والعلماء. حقا إنهم كثر ولائحتهم طويلة بطول ما عبرته عقارب الساعة من زمن. رحلوا حيث رحل الزمن، لكن آثارهم ما زالت الألسن تلهج بذكرها. حديثنا في هذا المقام أحد الصروح العلمية التي تزخر بها العاصمة الرباط لزهده وورعه وعلمه وتقواه. إنه الفقيه والعلامة والمحدث أبو حامد محمد المكي البطاوري الشرشالي الرباطي رحمه الله. ولد محمد المكي البطاوري رحمه الله في ربيع الأول عام 1274 للهجرة، ونشأ في أسرة معروفة بالعلم. قرأ القرآن أولاً على والده، ثم انتقل إلى كتاب الأستاذ المؤدب الشاعر الكاتب محمد بن أحمد الرغاي الرباطي، وعنه تلقى مبادئ الحساب وبعض علوم الآداب وحفظ عدة متون. ثم بعد ذلك شرع في تلقي العلم على يد جماعة من المتقنين والعلماء كالعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد التادي للرباطي، وعمه أبي عبد الله محمد التهامي بن علي البطاوري، وأبي عبد الله الهاشمي بن أحمد الزياني، والقاضي أبي العباس أحمد بن عبد السلام مولين وغيرهم. بعد حفظ القرآن الكريم درس العلامة أبو حامد محمد المكي البطاوري على الفقيه الخطيب القاضي أحمد بن ناني الرباطي المتوفى سنة 1340 للهجرة طرفا من ألفية ابن مالك. بعد حفظ القرآن الكريم درس العلامة أبي حامد محمد المكي البطاوري على الفقيه الخطيب القاضي أحمد بن ناني الرباطي المتوفى سنة 1340 للهجرة فرائد مختصر أبي الضياء خليل وطرفا من بردة البوصيري، ودرس أيضا على الفقيه القاضي عبد السلام مولين الرباطي المتوفى سنة 1305 بعد لامية الزقاق، وعلى الفقيه المفتي الصوفي عمر عاشور طرفا من همزية البوصيري، وقرأ بعض أبواب المختصر على الفقيه المتفنن التهامي بن ناني الرباطي المتوفى سنة 1300 للهجرة، وعلى الشيخ الزياني الضرير الألفية بتمامها سردا، وجل قراءته كانت على شيخ الشيوخ العلامة شيخ الجماعة أبي إسحاق إبراهيم التادلي، فقد لازمه ملازمة الصادق المخلص في الطلب، حيث درس عليه أواخر المختصر الخليلي ونحو النصف الأخير من جمع الجوامع، ثم أعاد قراءته عليه من أوله إلى نحو الكتاب الرابع، ودرس عليه أيضا تحفة ابن عاصم وكتاب الموطأ والشمائل الترمذية وصحيح البخاري بالقسطلاني ولامية الأفعال
والخزرجية بشرحه ومقدمته في التصريف المسمات نزهة الطرف في علم الصرف، والمرشد المعين بشرح ميار الصغير والسلم في المنطق بشرحه الكبير والصغير، وطرفا من رسالة إيساغوجي بشرحه، وكثيرا من المصنفات وأمهات الكتب. بلغ الشيخ محمد المكي البطاوري بانكبابه على التسجيل والكتابة طاقة علمية جعلته يخلد لنا تآليف قيمة في شتى العلوم والفنون، قدرت بنحو 60 مؤلفا، وهي وحدها شاهدة بمقدرته وعلو مكانته، من بينها شافية الدجم على لامية العجم، أم البراهين للإمام محمد بن يوسف السنوسي، قافية بن الونان الشمقمقية. بالنظر إلى الأثار العلمية التي تركها الرجل هي كثيرة في جميع الفنون، لم يترك فنا إلا وألف فيه وترك لنا كتابا جميلا منه، وإن كان كما تكلمنا أنه له شروحات. من هذه الشروحات شرحه على المقصورة لمكودي، شرحه للقصيدة الشمقمقية، وكتاب الجمل، وإرشاد الهائم في الفقه، إرشاد الهائم لحقيقة ما يحصل للنائم، اقتطاف زهرة الأفنان، منح المنية في شرح الكنية، له دواوين، منها ديوان البثاوري، وله كناشة، وله شرح الأرجوزة الفائقة المستعدبة الرائقة فيما يحتاج الأثاي إليه، وشرح لامية الجمل، وشرح المنظومة البيقونية في الحديث، والمجالس الحديثية، وغيرها من الكتب. مما من اللطائف استوقفنا عليها وأن وجدنا نسخة تتعلق بشرح كوكب الساطع اللي في نظم جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي، تقريرات منقولة للرجل في طرر هذا الكتاب في هذه النسخة، وهي نسخة مصححة جميلة مكتوبة بخط جميل، وهذه الطرر في هذه النسخة هي لأحد تلاميذ البطاوري يسمه فيها من خط، يقول من خط شيخنا أبي حامد رعاه الله بمنه، من خط شيخنا، وفي فقرات أخرى من خط شيخنا أبي حامد حرسه الله، يعني يكرر هذه الأمور، يقول رعاه الله وبخط شيخنا، فتجعل هذه النسخ جمالية، هي الجانب الثقافي للمجتمع المغربي، في حين أن كان في فترات معينة يسمى بالمغرب بأنه كان يعرف جمودا فكريا، والحال على أن رغم الأوضاع السياسية كان المغرب ثقافيا، يدل على أن الجانب الثقافي كان متميزا، وتميزه يظهر في هذا التجديد وفي هذا الإبداع لرجالته. وقد اهتم العلامة محمد المكي البطاوري بالعقيدة وانكب على شرح كتبها، خاصة كتاب أم البراهين لمحمد بن يوسف السنوسي. وقد لاحظ العلامة الشيخ الانحرافات العقدية التي بدأت تنخر في كيان الأمة الإسلامية، فانكب على شرحه لأم البراهين للسنوسي. شيخ أبو حامد بن محمد المكي البثاوري، شيخ الجماعة مدينة الرباط، زار العديد من الدول الأوروبية وأخذ عن كثير من علماء ومشاريخ مدينة الرباط في شتى العلوم، تفسير وحديث والفقه والنحو والبلاغة وغيرها كثير. زار المدينة المنورة خلال سنة الحجة فيها، وحاز على إجازات علمية جليلة. الرجل ترك لنا العديد من المؤلفات في شتى الفنون، في الأدب والبلاغة وفي التفسير، وكذلك له شروحات وتقاييد وطرر إذا رجعتم إلى كتب الفقه. وما الرجل يعني نهج هذا المنهج في شرحه لأم البراهين لمحمد بن يوسف السنوسي، ونحن نعلم أن في يشهد لنا التاريخ الإسلامي أن جل ما ألف في مجال العقيدة هو ما تركه لنا محمد بن يوسف السنوسي، والمغاربة إلى الآن سنوسيين محض. من أهم هذه المتون التي تركها محمد بن يوسف السنوسي أم البراهين، هناك العقيدة الكبرى والصغرى وصغيرة صغرى،
والعقيدة التي كانت تناسب العامة والخاصة والتي ارتضاها شيخنا مكيل بالطوري وعمل على شرحها لتكون في متناول العامة والخاصة هو عقيدة أم البراهين. أم البراهين؟ هذا هو التحقيق الذي عمله محمد مكيل بالطوري على كتاب أم البراهين، وهو أول واحد. ماذا صنع؟ والذي جاء إلى هذا المشروع وقال هذا المشروع الذي جاء به الأشعري إنما جاء به إلى قضية من أهم القضايا، وهي أنه حدد المواقع العلمية عند الأشعري وجاء بها. معناه الناس كانت تقول الأشعري أشعريته تأتي في الصفات، وأنه لم يحدث شيئا في الصفات بل جعل هذه الصفات شيئا عاليا. ولكن هو لما جاء محمد المكيل بالطوري حدد الصفات لا في حديث محدود بل جعلها في حديث متسع من الوقت، وهو أنه هو كان هو القائم بأمره في هذا الموضوع. وقد ساهمت عوامل سياسية وثقافية في بلورة شخصية العلامة محمد المكي البطاوري، منها مشاركته في المجالس الحفيظية. لقد أسهمت عدة عوامل في بلورة شخصية العلامة المكي البطاوري، وجعلت منه فقيها مالكيا ومتصوفا ورعا ولغويا ونحويا، له مشاركات ضافية وإسهامات وافية. يمكن أن أذكر من أبرزها العصر الذي عاش فيه شيخ الجماعة، وهو عصر الدولة العلوية، خاصة في حكم المولى الحسن الأول، حيث وجد له أرضية ممهدة لتكون هذه الشخصية العلمية الفذة، حيث كان المولى الحسن يشجع البعثات العلمية إلى الدول الأوروبية وإلى دول المشرق العربي، فكان له هذا الحظ للنهل من العلم المشرقي والعلم الأجنبي بصفة عامة، فتعدد شيوخه والتف حوله مجموعة من التلاميذ من أجل الإفادة والأخذ عنه من هذا المنبع المعين. من بين الشروح أيضا التي اشتهر بها هو شرح البردة المسمى نسيم الوردة من تسنيم البردة. ويعتبر شرح البردة أو البرأة أو كما تسمى بالكواكب الدرية في مدح خير البرية شرحا طريفا للعلامة شيخ الجماعة، وهو شرح لغوي فريد من نوعه. ونحن نعلم ما للبردة من فضل لدى المغاربة ولدى العرب قاطبة، فالبردة كما نعلم هي من أشهر قصائد المديح النبوي، ويعتبرها المغاربة ولا حتى العرب قاطبة من طرق التقرب إلى الله تعالى، يعني قراءتها والتبتل من خلالها والتضرع من خلالها إلى الله تعالى عن طريق يعني تعداد شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغني والتمدح به صلى الله عليه وسلم، يعتبر طريقا للتقرب من الله تعالى. فكما أن المغاربة قد نهلوا من هذه البردة من أجل الإفادة من لغتها ومما تشمل عليه من شمائل محمدية ومن إشارات إلى التاريخ، خاصة في جانب سيرته صلى الله عليه وسلم. فلهذا الفضل ولغيره عمل شيخ الجماعة المكي البطاوري على شرح هذه القصيدة الفريدة من أجل تقريبها من تلامذته ومن جميع المغاربة قاطبة، وكما يقول بلفظه أنه أراد الانخراط في سلك خدمتها، أي لجلالها ولقدرها ولفضلها عند المغاربة وعند المسلمين قاطبة.
ومما جعله يهتم بالشروح والتفصيلات لأمهات الكتب هو اهتمامه بالتدريس وتأثره بأساليبه. ولعل المبرر الرئيس لميولي العلامة مكيل بطوري لمنهج الشرح والتفصيل والتدقيق هو مهنة التدريس التي كان يزاولها مدة طويلة من حياته، فتعدد تلاميذه وبالتالي كانت رغبته في الشرح والإبانة والتفسير والتوضيح داعيا وسببا ملحا لميوله إلى هذا المنهج التفصيلي للتلقين والتعليم. فكانت أغلب مؤلفاته عبارة عن شروح، شرح في كل المجالات، في الفقه واللغة والأدب والرسم القرآني، في التفسير، في الأصول، في الحديث، أغلب مؤلفاته نجدها عبارة عن شروح وعبارة عن تفصيلات وتبيينات لأمهات الكتب. وقد أثنى مجموعة من العلماء والشيوخ على العلامة محمد المكي البطاوري لما لمسوا فيه من صلاح العقيدة وسلامة المنهج. فلا أروع أن نقرر فيما تطرقنا إليه من أثار الرجل ومن رحلاته العلمية أن الرجل تشهد له كتبه الغزيرة وتأليفاته، أنه لم يؤل جهدا في الكشف عن التوحيد وتهذيبه في مصنفاته وتقريب مباحثه إلى العامة والخاصة، وإن كان يهدف خصوصا إلى خاصة العامة وعامة العامة بالتقريب بمباحث هذه العقيدة في الفترة التي كان المشرق دائما يكرر إلجاب العوام عن علم الكلام، ولكن نجد رجلا من رجالات المغرب سعى إلى أن يجعل مباحث العقيدة في متناول العامة. ولهذا هذه الكتب، كتبه وشروحاته دليل على أن الرجل كان همه هو أن يجعل من هذه العلوم لا تبقى في برجها العالي والنظري، بل جعلها من الممارسات التطبيقية للمجتمع هدفا لإصلاحه والرقي به حضاريا واجتماعيا. فباعتقادهم، لأن كل علماء المغرب كان باعتقادهم أن التوحيد هو العمل فيه هو أشرف العلوم وأسماها، لأن أول العلوم أفضل من الفقه كما قال نقلا على كلام عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك أنه قال: التوحيد أشرف من الفقه ومن التصوف وجميع العلوم، لأنه لا يصح علم بلا ولا عمل بدونه. وقد تتلمذ على يديه علماء وشيوخ أغنوا الساحة العلمية بعده، منهم الشيخ محمد المدني بالحسني، وقد تقدم بطلب الإجازة من شيخه بقصيدة طويلة: سلام كنفح الند أو عقبة المسك أو الطيب فاح من شدى الحرم المكي، إلى شيخنا قطب العلوم بأسرها أبي حامد بدر العلا سيد المكي، رئيس الشيوخ فخر ذي العصر فرضه، إمام المعالي حازها الكل بالملك، أكب على درس المشايخ كلهم ففاز بفتح باهر ليس بالإفك، ولم يأل في جمع الفوائد ناظما عقودا لآل منها في زينة السلك، فصار رئيس العصر في العلم كلهم إلى نوره يعشو من الموقف الضنك، إلى أن يقول: فأسعف وأسعد وامنحني إجازة تعم جميع اللذ حواه لدى الصك، بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء بالإجابة ذو وشك. ويجيبه العلامة محمد المكي البطاوري يقول: فقد أجزت حبنا وتلميذنا وولدنا الشريف المنيف الفقيه النبيه النبيل النزيه الذكي الأديب الزكي الأريب سيدي محمد المدني بالحسني. وممن أجازهم العلامة الفقيه محمد المكي البطاوري الفقيه السيد الغازي بن محمد صباطة الرباطي، والمرحوم الشاعر أبو عبد الله محمد بوجندار ومحمد الكتاني وغيرهم كثر.
لقد شكل العلامة الفقيه محمد المكي البطاوري الرباطي ظاهرة في زمانه كانت محط كل الاهتمامات لما امتازت به شخصيته من خصال حميدة يعجز المتتبع عن إحصائها وتكل الأقلام عن كتابتها، لمكانته الكبيرة وهمته العالية جعلت اسمه خالدا بين رجال العلم في عصره، واستحق عن جدارة لقب شيخ الجماعة محمد المكي البطاوري. ثناء العلماء، من ثناء العلماء على الرجل أن الفقيه المولي أحمد بن الممون البلغيتي وسمه في رسالة كان بعثها إليه مركز دائرة الأدب وواسطة قلادته ومعنى شرف الرتب ورابطة إفادته، الحائز قصب السبق في حلبة الفضائل، المتسم برقة الطبع حسن الشمائل، والعلام النقاد المتفنن النحرير الذراك بالدهن والوقاء، إلى آخر كلامه في رسالة بعثها إليه. وكذلك وسمه الشيخ عبد السلام بن سودة بقوله العالم العلام الجليل حامل راية التحقيق بالرباط وشيخ الجماعة به. فمن هذه الأمور يعني نستشف من خلال كلام العلماء وثناؤهم عليه يعني كثير. إذا رجعنا إلى كتب التراجم والمناقب فيما وجدناه من كتاب الأعلام وما كتبه سيد عباس الجراري في كتابه وسل النصال وفي معلمة المغرب، كل من نعته وسمه بالعلامة، فهذا يجعل من الرجل رائد من رواد الإصلاح في العقيدة والفكر والنهوض بهمم المسلمين في تلك الفترة من أجل الإصلاح. نعرف أنه كنا تكلمنا على شرح الأم البراهين للسنوسي وشرحها شرحا بالإضافة أنها نعرف بأنها إذا رجعنا إلى كتب الفهارس نجد الكثير من تصدى إلى شرح أم البراهين. لما الرجل أنه سيضيف لنا شرحا آخرا وفتحا آخرا في مجال العقيدة هو دليله ومعرفته بأن انحطاط الأمة لا يكون إلا بانحطاطها على المستوى العقدي، وهذا ما يشهد لنا بكتب ابن خليل السكوني يقول بأن سبب سقوط إشبيلية كان سبب الانحرافات العقدية. ولهذا الرجل انتبه إلى هذا الأمر فألف لنا هذا الشرح كي يكون في متناول العامة والخاصة والنهوض بهم من هذه التقاليد التي كان المجتمع المغربي يعاني منها. فكما يقول الإمام الغزالي أول العلوم المعرفة، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك أوسطه عمل وآخره موهبة. توفي العلامة محمد المكي البطاوري الرباطي سنة 1355 للهجرة بمدينة الرباط، ودفن ليس بعيدا كثيرا عن ضريح سيد العربي بن السايح. ولا يزال ضريح مولاي المكي الآن موجودا بمدينة الرباط العتيقة، وقد اقتطع جزء من ضريحه وبني فيه مسجد سمي مسجد مولاي المكي، واهتمت العائلات الرباطية الكبيرة آنذاك بتزيينه وكذا بالقائمين عليه احتراما وحبا في روح الفقيد العلامة شيخ الجماعة محمد المكي البطاوري الشرشالي رحمه الله.